ودلوقتي بقى لو تسمحوا لنا تعالوا نروح على الامارات عشان يا هنا ربنا ولا فيك. ايه عشان ناخد فكره برضو طبعا ينضم لنا بقى الزميل العزيز امير هشام ونشوف كده ايه اخبار البعثه هناك وكافه التفاصيل. امير مساء الخير عليك واهلا بيك في الاهلي في المونديال، اتفضل سامعينك. مساء الفل عليك يا كريم، تحياتي ليك، تحياتي الكابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الاهلي خلاص ابتدى استعداداته لمباراه الهلال السعودي في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، اكيد هتكون مباراه مهمه وديربي عربي كبير، ويعني فرقتين بتاريخ عريق في الدول العربيه في الحقيقه، فبالتالي المباراه هتكون مرتقبه بكل تاكيد. النهارده طبعا الجهاز الفني تابع مباراه تشيلسي والهلال، في الحقيقه كانت مباراه ممتعه جدا جدا. الهلال قدم مباراه كبيره وراح على مرمى تشيلسي اكتر من مره فضيع فرص كتير، فده ان دل يدل على ان ده فريق قوي فريق الهلال، وده حاجه معروفه عنه في الحقيقه، امكانيات كبيره ولاعبين مميزين وجهاز فني جيد، فبالتالي كان في متابعه بشكل يعني مفصل لهذه المباراه من قبل الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني الجهاز الفني للنادي الاهلي في اطار بدايه التحضيرات لهذه المباراه. البدايه هتكون من بكره ان شاء الله، احنا عارفين النهارده كان اجازه خالص، ما فيش اي نوع من انواع التدريبات، ويعني بس كمجرد اجتماع الكابتن محمود الخطيب هو ده اهم حدث النهارده مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم يعني نسيان مباراه بالميرس والتركيز على كيفيه حصد الميداليه البرونزيه للمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي واسعاد جماهير الاهلي. ويعني كان اجتماع مثمر وجيد جدا، قدر من خلاله الكابتن محمود الخطيب يخلق دوافع جديده بالنسبه للاعبين خلال المباراه المقبله. فبالتالي يعني كان في بعض اللاعبين برضو عندهم بعض التدريبات في صالة الجيم كتدريبات استشفائية، يعني أمور كلها بتبقى مهمة في إطار التحضيرات وبدايتها. بكرة إن شاء الله برنامج الأهلي هيكون من خلال فطار الساعة 10، غدا الساعة 1:30، الساعة 4 هيكون في محاضرة من موسيماني مع اللاعبين، الساعة 5 هيكون مران الأهلي في نفس توقيت المباراة، 5 بتوقيت طبعا أبو ظبي، 3 بتوقيت القاهرة، ده نفس توقيت مباراة الأهلي والهلال بإذن الله تعالى يوم السبت. يعني دي أبرز الكواليس وأبرز الأمور اللي حصلت النهاردة واللي هتحصل بإذن الله بكرة. أكيد بنتمنى كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة، وإن شاء الله بإذن الله تخطى عقبة الهلال الصعبة جدا، واللي هيكون عنده عدد كبير من جماهيره، وأيضا جماهير النادي الأهلي هتكون حاضرة بعدد كبير، فبالتالي هتكون مباراة قوية وحماسية للغاية. إن شاء الله التوفيق يكون حليف نادينا النادي الأهلي في هذه المباراة. لو في أي استفسار أنا معاك وتفضل. هو مجرد سؤال رفيع يعني، أنا بس عايزك تطمنا على الحالة النفسية كده والمزاجية العامة اللي عند كل اللعيبة وطبعا الجهاز الفني، ويعني مركزين إلى أي درجة في اللي جاي إن شاء الله. يعني بصراحة كريم امبارح كانت الحالة المزاجية مش على ما يرام، يعني الناس كلها كانت زعلانة جدا لأن كان في فرص عند النادي الأهلي إن هو يقدر يعدي المرحلة دي ونوصل بقى لمرحلة جديدة ما وصلناهاش قبل كده في كأس العالم للأندية، لكن ده كان مجرد امبارح بس. النهاردة يوم جديد، فبالتالي يعني دوافع جديدة، اللعيبة مركزة جدا، خلاص حاجة صفحة وعدت، خلاص مباراة بالميرس التفكير كله بينصب على ما هو قادم دايما، وهي دي ثقافة النادي الأهلي سواء في الهزيمة أو في الفوز، فبالتالي خلاص الكل دلوقتي نسي اللي فات ونسي اللي حصل في مباراة بالميرس، والتركيز أصبح منصب فقط على مباراة الهلال من خلال تحضيرات هتكون مهمة جدا، وخلاص كله يعني دلوقتي مركز وبيفكر في الماتش ده بس، ومعنويا خلاص الأمور ابتدت تبقى أفضل، نفسيا الأمور ابتدت تبقى أفضل. واحنا بنتكلم على جزئية معنويا نفسيا لان هو طبيعي ان احنا نتاثر كلنا كاهلاويه بصراحه بعد الهزيمه دي، اللعيبه نفسهم كانوا متاثرين جدا، الجهاز الفني، لان احنا كان رغم الظروف ورغم كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الاهلي ما قبل واثناء هذه البطوله، الى ان برضه كان طبيعتنا احنا كده كاهلاويه يعني في الحقيقه، ان انت دايما رغم كل الظروف بتبقى عايز تحقق طموحك وهدفك، بتحاول تتخطى الصعاب. بصراحه قدرنا نتخطى عقبه مونتري، ومونتري بصراحه فريق قوي جدا، رغم ان انت كنت بتلعب ناقص كتير، يعني في ماتش مونتري انت ناقص تقريبا بالظبط 14 لاعب، 13 او 14 لاعب، ورغم كده
قدرت ان انت تعدي الماتش ده ووصلت للمرحله دي، ودي حاجه ايجابيه تحسب للنادي الاهلي في الحقيقه والمنظومه كلها والجهاز الفني واللاعبين. لكن لما وصلت لمباراه بالميراس فريق بامكانيات كبيره كان عايز يسقر منك بعد ما كسبته في السنه اللي فاتت وكسبت على حسابه الميداليه البرونزيه، فكان عنده دوافع وحماس كبير وكان اجهز فنيا وبدنيا وكان عنده اريحيه. الناس جايين يلعبوا نص نهائي على طول، ما لعبوش ماتش قبليه بيومين ولا حاجه، ما عندهمش اصابات، ما عندهمش اي غيابات، فبالتالي الامور بالنسبه لهم كانت افضل بكتير. ومع ذلك الاهلي قدر ان هو يعمل مباراه كبيره وقدر ان هو يوصل للمرمى بالميراس اكتر من مره في الشوط الثاني. طرد ايمن اشرف اثر بشكل كبير، فيعني هو ده اللي مزعل الناس شويه، ان احنا كان ممكن نوصل وكان ممكن نقدر نعدي حتى لو في صعوبات. لكن وعي جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى يعني معروف عنهم ان هو خلاص احنا برده كان عندنا يعني عقبات كتيره جدا وحاجات خارجه عن الاراده قدرنا ان احنا نتعامل معاها في المباراه الاولى، ما قدرناش نتعامل معاها في المباراه الثانيه، فبالتالي صفحه وانطوت. التفكير في اللي جاي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الهلال. فانا بطمنك يا كريم، بطمن كل المشاهدين ان خلاص كله بيفكر في الماتش اللي جاي، وباذن الله نكون موفقين باذن الله. امير، اخيرا دايما لما بنعرف احنا هنلاعب مين كلاعيبه يعني بيبقى فيها مهمه بيننا وبين بعض. الهلال فلان اللاعب الفلاني، الهمهمه دي او الكلام اللي ما بين اللاعبين، طبعا انت في وسطهم فسمعته، ايه الاخبار؟ لا يعني هو الكلام كله على ان فريق الهلال فريق محترم، يعني ما حدش يتكلم على لعيب معين، لان في نفس الوقت يا كابتن اسلام احنا يعني عندنا لعيبه كبار جدا في فرقه النادي الاهلي، فهم باصين للهلال كفريق كمجموعه بشكل طبعا كامل، بيلعبوا بشكل جماعي جيد جدا، فكان في اعجاب بمستواهم في مباراه اليوم بالتحديد من قبل الجهاز الفني. لكن ازاي بقى يتم التعامل مع المباراه دي؟ ده هيكون طبعا طبقا الاستراتيجيه هيحضرها موسيماني، سيناريو معين للمباراه، تشكيل معين لهذه المباراه في ظل غياب كمان قفشه وايمن اشرف. في حماس ابتدى يكون موجود عند اللاعبين بشكل كبير خلاص بدايه من النهارده،